الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. محمد خير خلق الله كلهم، محمد خير خلق الله كلهم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد صفوة الباري ورحمته وسيد الخلق من عرب ومن عجم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، لك ذات العلوم من عالم الغيب، لك ذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء. ويح قوم، ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء، ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء، سلوه وحن جزع إليه، سلوه وحن جزع إليه، قلوه ووده الغرباء، وكفته بنزجها عن كبوت ما كفته الحمامة الحصداء. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فإن الهجرة النبوية المشرفة تعد أهم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، فقد كانت فاصلة بين عهدين، العهد المكي والعهد المدني، حيث التحول إلى بناء الدولة بالمدينة المنورة المشرفة. وفي الحديث عن دروس الهجرة تتعدد الدروس، لكننا ربما نكتفي بدرسين أو ثلاثة على الأكثر. أما الدرس الأول هو أن الهجرة كانت عطاء لدين الله، وهذا هو التدين الحقيقي. التدين الحقيقي عطاء لدين الله، وليس متاجرة بدين الله
ولا تكسبا بدين الله كما كانت تفعل الجماعات المتطرفة التي تلوي أعناق الدين لمصالحها الخاصة. يبدأ ذلك من أول لحظة، يبدأ العطاء من أول لحظة من نزول الوحي، عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، فذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان من الحنفاء الذين هم على دين إبراهيم عليه السلام، فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم فبشره، وقال له يا محمد سيخرجك قومك، ولئن كنت موجودا حينها لأنصرنك نصرا عزيزا مؤذرا. وهنا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخرجيهم؟ هل سيخرجونني؟ ولماذا يخرجونني؟ وما الذي فعلته؟ أو مخرجي؟ في استغراب واندهاش، أو مخرجيهم؟ فقال ورقة، ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه، ولئن أحياني الله لأنصرنك نصرا عزيزا مؤذرا. واشتد الأذى بسيدنا رسول الله المادي والمعنوي. قدم رجل مكة المكرمة فقال رأيت رجلا يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل خلفه يقول لا تصدقوه إنه كذاب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عمه أبو لهب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وتأتي السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فطأ أباها، وقد أصاب القوم منه حتى عفر وجهه الشريف بالتراب، فتمسح فاطمة رضي الله عنها التراب عن وجه أبيها وتقول ويح قوم عفروا وجه نبيهم بالتراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا تحزني، فإن الله ناصر أباك. ويأتي الصديق يوما فيرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال القوم منه وآذوه أذى شديدا وقد اجتمعوا عليه، فيلقي الصديق رضي الله عنه بنفسه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الإذن بالهجرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما يصور لنا ذلك القرآن الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذه الآيات التي استمعنا إليها من القارئ الكريم والتي تتردد في كل مناسبات الهجرة لم تنزل مرتبطة بيوم الهجرة ولا بحادثتها، وإنما نزلت في السنة التاسعة من الهجرة عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للتجهز للقاء الروم يوم تبوك، وكان ساعة العسرة كما سماها القرآن الكريم،
وهنا بدأ ضوء المنافقين والمثبطين الذين يقول الله فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أخذوا يثبطون الهمم. وهنا نزلت هذه الآية والآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما الذي أصابكم وما الذي دهاكم وما الذي حل بكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كلمة اثاقلتم توحي بأن أطمانا من الحديد تأخذك إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا لنصرة دين الله وعمارة الكون كما أمركم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. عندما يأتي العذاب أو ذكر العذاب، ذهن أكثر الناس ينصرف إلى عذاب الآخرة فقط. لا، يعذبكم، وإلا قال يعذبكم في الآخرة كما جاء في بعض الآيات، يعذبكم في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالذل والهوان والاستضعاف وعوامل التخلف، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم إذا جاءت كلمة النفير، فهم بعض الناس أن النفير خاص بالحرب فقط. لا، في الآية الأخرى في سورة التوبة أيضا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. كافة، ما كانوا لينفروا كافة في مجال واحد، في القتال والدفاع عن الوطن. الآن القوات المسلحة الباسلة هي درع الوطن وسيفه، وهذا دورها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالنفير قد يكون لطلب العلم، قد يكون لعمارة الكون، قد يكون للبناء والتشييد، قد يكون للزراعة، قد يكون للتجارة، قد يكون للصناعة. فكل ما يؤدي إلى قوة الدولة وقوة بنائها هو نفير في سبيل الله. وعلى الدعاة والعلماء والمفكرين والمثقفين دور كبير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا دور العلماء، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ودور الكتاب والمفكرين والإعلاميين والمثقفين أن يحذروا من العمالة والخيانة والكسل والبطالة وسائر الأدواء المدمرة للمجتمعات. فالنفير نفير عام لبناء دولة قوية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دولة المدينة. ثم يأتي قوله تعالى: إلا تنصروه، إلا إن تتخاذلوا عنه الآن في تبوك. والآيات مترابطة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هنا إلا تنصروه الآن. فمن نصاه يوم الهجرة وعد الله الهجرة نصرا عظيما بنص القرآن، قادر على أن ينصره الآن وغدا، وعلى أن ينصر دينه وأهل دينه إلى يوم القيامة. إلا تنصروه فقد نصر، لم يكن سينصره، أراد أن يأتيهم بدليل بين، فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هنا
كما قال واقع بن نوفل: ما جاء رجل بمثل ما أتيت به إلا أخرج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج، سيدنا موسى عليه السلام أخرج، سيدنا لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. هنا إذ أخرجه الذين كفروا. الحق حق والباطل باطل، والصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، وسنن الله الكونية لا تتخلف. كما كان سيدنا أبو بكر ألقى بنفسه على رسول الله ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كان حال مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز، وأنا أدعوكم إلى العزيز، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا أنا وأنتم والسامعون وكل الدنيا، وأن مردنا إلى الله، تذكروا هذا اليوم، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين المتجاوزين في حق الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. هذا ما قاله مؤمن آل فرعون، وما قاله القرآن، وما أقوله لي ولكم، فستذكرون ما أقول لكم من ضرورة العودة إلى الله والوقوف إلى دينه والعطاء له. يقول القرآن على لسان هذا الرجل: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون يوم القيامة وفي القبر، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين، واحد من اثنين لا ثالث لهم إلا الله. إذ هما في الغار والصديق يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيجيبه رسول الله بثقة وثبات وإيمان: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا، وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن كان عليك أو كان معك، لأن معية الله تكفيك. وهنا أرسل الله آياته عندما قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. بعضها ما تحدث عنه أصحاب السير، وبعضها علمه عنده، لأنه هو الذي قال: وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وأيده بجنود لم تروها عندما جاء العنكبوت وضرب نسيجه على فوهة الغار، على باب الغار، فنظر أحد المشركين، قالوا: انتهت أقدامهما هنا،
فقال والله إن هذا العنكبوت لقد ضرب نسيجه قبل ميلاد محمد. ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء، سلوه وحن جزع إليه، قلوه ووده الغرباء، وكفته بنزجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء. إن هذا العنكبوت لا يضرب على باب الغار من قبل ميلاد محمد، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، عدهم خائبين. وكلمة الله بالاستئناف، لم يقل وجعل كلمة الله العليا، لأن كلمة الله عليا إلى ما شاء الله، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أما كلمة الله فهي عليا لا تتحرك عن ذلك. وكلمة الله هي العليا، وأهل كلمة الله هم أهل الكلمة العليا، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله، أما غير المؤمن فمهما تزرع أو تسلح أو ادعى القوة فأمره إلى هوان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. من دروس الهجرة أنها كانت نقطة تحول نحو بناء الدولة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد الجامع، برسالته الجامعة، بالدعوة وتنمية المجتمع وكل ما يتصل بمفهوم المسجد الجامع. ثم أنشأ سوقا، في أهمية قوة اقتصاد الدول وأهمية العمل والقوة وتحصيل. وعندما قال المؤمن القوي لم يقل القوي الإيمان فقط، لأنه أرادنا أن نكون أقوياء في كل شيء. وأنشأ سوقا لتقوية اقتصاد دولته وتأسيسها على اقتصاد قوي. ثم كانت وثيقة المدينة في أعلى درجات التسامح وفقه العيش المشترك. الذي نؤكد عليه أن الهجرة عطاء، عطاء لدين الله. المهاجرون كما وصفهم القرآن، فقال سبحانه للفقراء المهاجرين. أولا كانوا فقراء، ومع ذلك مع فقرهم تركوا أموالهم وبيوتهم لله عز وجل. لم يكونوا أغنياء ولا عن سعة، ومع ذلك تركوا كل شيء ابتغاء مرضات الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، لم يقل خرجوا كما أخرج نبيهم، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا؟ لا ليتاجروا بدين الله، ولا ليتكسبوا بدين الله، ولا ليطلبوا الدنيا بالدين، لشيء واحد، تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذا هو الدين الحقيقي، العطاء للتكسب بدين الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون تركوا الدنيا وما فيها أموالهم وديارهم ابتغاء مرضات الله، والأنصار استقبلوا بسخاء وعطاء وآثار المهاجرين على أنفسهم ابتغاء مرضات الله. هذا هو حال من يعمل لدين الله عز وجل.
ما أختم به أيضاً أن الهجرة بمعنى الانتقال من دار إلى دار قد انتهت بفتح مكة، علماً بأن الهجرة ليس كما تسوق الأفكار والجماعات المتطرفة، إنما كانت الهجرة انتقالاً من دار الخوف إلى دار الأمن. الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت لم تكن الحبشة بلداً مسلماً نزك حتى يقول لهم، وإنما قال إن بها ملكاً عادلاً لا يظلم عنده أحد، كانت هجرة إلى دار الأمن. بعد فتح مكة لما جاء صفوان بن أمية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا صفوان؟ قال يا رسول الله قيل لا دين لمن لم يهاجر، قال ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والجهاد كما قلت عمارة الكون، الدعوة، توعية المجتمع بالتحديات والمخاطر، كشف العملاء والخونة، بناء الدولة اقتصاديا وسياسيا وزراعيا وتجاريا، كل ذلك جهاد في سبيل الله. ثم نحذر بمناسبة الهجرة مما يسمى بالهجرة غير الشرعية وغير القانونية معا، من يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. وقد أكدنا في وزارة الأوقاف وأكدت دار الإفتاء المصرية على أن ما يعرف بمصطلح الهجرة غير الشرعية في العصر الحاضر هي محرمة شرعا ومجرمة قانونا، وعللت دار الإفتاء ونحن معها أن في ذلك مخالفة لولي الأمر الشرعي وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ونحن نؤكد أن حرمة الدول لا تقل عن حرمة البيوت، حرمة الدول لا تقل عن حرمة البيوت. فكما أنك لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه، حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، التفسير حتى تستأذنوا أهلها، أيضا لا تدخل دولة بلا استئذان الدولة التي تخرج منها والدولة التي تدخل فيها، لأن ذلك يدخل في طاعة ولي الأمر واحترام الشرع والقانون، وذلك يكون بتأشيرة دخول رسمية أو بآلية دخول معتبرة قانونا، وإلا فهو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولا يجوز دخول دولة دون إذن من أهلها، وإلا لصارت الأمور إلى مشكلات كبيرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، اللهم ارزقنا حسن الفهم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا حسن القصد إليك. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. اللهم في هذه الساعة الطيبة المباركة نسألك ألا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مأجور وتجارة لن تبور. اقبلنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لما اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.